استاذ طبعا محامي الدفاع من حقه يسال اي سؤال حتى يصل الحقيقه، فمن حقي انا اسال اي سؤال حتى اوصل الحقيقه. ايش قد كان عمره وقت الحادث؟ قال 14. 14 سنه. شلون عرف؟ ثبت السؤال. نعم. شلون عرف السيارات تابعه للمخابرات اللي اجت راحت الدجال؟ شلون عرفت السيارات تابعه للمخابرات عندما راحت؟ نعم نعم. من دجال؟ اي اللي راحت للدجال من بغداد للدجال، شلون عرف المخابرات؟ سيد العزيز يعني اللي راحت تعتقل اهل الدجال، شلون عرفها المخابرات؟ كيف عرفت؟ كان هناك يعني انواع من السلطات، كان الجيش الشعبي يرتدي بدلات تختلف عن بدلات الحرس الجمهوري او الحرس الخاص. المخابرات اصلا كانت ملابسهم مدنيه ولا يسمح للعسكري ان يلبس مدني اثناء الواجب. وايضا مع هذا عندنا اناس في الدجيل يعملون في المخابرات ونعرف ماذا كانوا يرتدون وماذا يركبون. ارفع السيارات يركبها رجال المخابرات. رجال الامن يلبسون نفس الزي اللي قال عليه. رجال الامن نعرفهم في الدجيل. يعني يعرف من ملابسهم وسمعه. نفس الامن هم يلبسون نفس الملابس مال المخابرات، شلون ميز مخابرات عن الامن؟ اريد يعني سؤال محدد. بالنسبه للامن بس امن الدجيل اعتقد هي اللي كانت موجوده. امن الدجيل ونحن رجال نعرفهم معدودين بالاصابع. بالنسبه للامن. يعني يعرفهم الامن معروفين عندهم. زين سؤال اخر. يعرفون من كان وكيل عندهم. تفضل هو عن كرم اهل الدجيل وهذا ما في شك يعني. تجاه السيد الرئيس عندما يقدم الوزور مدينه. هل تم ذبح ذبائح تكريما للسيد الرئيس؟ اسال هذا السؤال. ما شفت. هل سمعت؟ ما شفت بالنسبه لها ماني ذبائح ما شفت. هل سمع؟ سمعت وحتى اذا سامع مو على بالي هيك شغله ابد ما جاء. لا هو ذاكرته قويه استاذ، فهل سمع؟ ما سمع. ما سمع. ما سمع. زين ليش اخوه كان بالبستان وما اجى حتى يعني خلينا نقول يستقبل السيد الرئيس؟ ليش اخوه بقى بالبستان؟ اخوك وين؟ يا 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 اخوي حسين حسن محمد كان بالبستان. ليش كان بالبستان؟ احنا عائله فلاحيه عندنا البستان. البستان مره تصل الى اعز من الولي ويقتل اولاد في سبيلها، فلا ما يعوف البستان على مود يجي يشوف الرئيس. يعني يعمل في البستان. نعم. وين كان وقت الحادث هو المشتكي؟ وين كنت وقت الحادث؟ انا كنت موجود اثناء حضور صدام في امام جامع الاوقاف، انا من ضمن الحاضرين. امام جامع الاوقاف. شو اعرف عن حسين علوان محمد الحتو؟ نعم. شو اعرف عن حسين علوان محمد الحتو؟ شنو اللي اعرفه؟ يا حسين. حسين علوان محمد الحتو استاذ العزيز. من اهل الدجيل. يعني قصدك من السؤال. من اهل الدجيل، شنو يعرف عنه يعني؟ نعم سيدي انا اعرف عنه. قصدك من السؤال. يعني نبذة عنه، شو اشتغل؟ ايش كم كان؟ من السجناء كان معي هذا. سيدي. كان معي في السجن وايضا كان يعاني من مرض الربو. مرض ربو يعني صعب كلش، كان اكثر الامراض ينطوا من هذا البخاخ بالسجن، ومو بس هو، كان هو واخوه اسمه رسول. نعم. هذول اثنين اعدمون حدث قال عندنا بستان، البستان وين مكانه؟ يا بستان. البستان مالهم، وين المكان ماله؟ وين احنا عندنا عده بساتين. يقع البستان. بستان منها قريبه على البيت، هذه اربع دوانم. البيت كان طالع منها بستان برتقال ونخل، وكانت البستان اللي راح لها حسين كان عنده بها عمل تبعد عن المنازل مال المدينه ما يقارب يعني مو اكثر من 3 كيلوات. ارض البستان ملك لو تجاوز؟ هاي عدي اروح. من حق اسال، من حق اسال هذا السؤال. ما عندي جواب. لا لا من حق اسال هذا السؤال. اذا ملك ما عندي جواب. لا انا من حق اسال يعني. يقول ما عندي جواب عليه. ملك طابو سيدي العزيز. زين ايش قد يبعد عن جهه الدور الخاصه بعمال النباعي؟ ايش قد يبعد البستان ماله؟ البيوت؟ اكو بيوت دور خاصه لعمال النباعي. ايش قد يبعد البستان عن هاي السؤال؟ عفوا. كم يبعد البستان عن الدور الخاصه لعمال النباعي؟ عن عمال؟ النباعي، منطقه النباعي. ان شاء الله من اصير مدير بلديه واخذ القياسات ان شاء الله لا لا شو يبعد تقريبا هو ذاكرته جدا قويه العزيز انا اقيس ايش قد المسافه تقريبا ما تعرف يعني تقريبا ما اعرفه سيدي هسه بالامتار كان يحسب يقول 50 متر البيوت اللي يقصد انا هسه ما اعرف من وين يقصد النباعي منطقه حدد جواب محدد نعم. اللي تعرف ما اعرف البيوت اللي يحكي عنها ما اعرف وين نعم متعلق نعم نعم اصير نعم زين وقت الحادث وين كان هو؟ قال امام سيد العزيز تكرار السؤال هذا لا انا كم من حقي اكرر السؤال ما يصير تعلق متاع سؤالي
منو كان وياه وقت الحادث؟ منو كان معك وقت الحادث؟ هو أي شباب يركضون المن تعرف؟ يذكر لي اسم أقرب واحد عليه. يعني أتذكر هو منهم الله يرحمه نبيل، نبيل باقر، باعتبار أنه ابن عمي مواليد 69. نعم. هذا لم يعدم لكن اسمه مذكور بالمقتبس، لأن كنا أصدقاء وبيوتنا سوية، فهذا كنا أني يعني صداقة وقرابة، فعلى طول من يصير شيء نطلع سوية. يذكر نبيل ابن عمي. إيش وقت وقع الحادث؟ يا حادث؟ حادث دجل. متى وقع؟ يعني تقريبا أعتقد قبل الظهر كان. بيوم قلت لك يوم 8/7/1982 وأيضا كان يوم خميس. وقع قبل الظهر قبل الظهر؟ في 16 أو 17 من شهر رمضان المبارك. قبل أن يدخل السيد الرئيس للجامع لو بعده؟ قبل أن يدخل السيد الرئيس للجامع لو بعد أن يدخل الحادث وقع قبل دخول هو ذكر قال بعد دخوله وبعد خروج إذا يخرج صار يعني هو دخل للصلاة، السيد الرئيس دخل للصلاة والحادث يقول قبل الظهر. أنا ما أدري إذا صلى تعلق في هو هكذا. سيد العزيز أثناء الضربة من قلت لك صارت هاي الإطلاقات ذهب الموكب، بعد لحظات رجع على المركز الصحي القديم في الدجيال. الآن الشاهد القلمطوزة موجودة. نعم. سؤال آخر. نعم. تحصيل العلمي إلى هو بالمتوسطة. شنو شغله هسه؟ أنا هسه إعلامي قال فيه. الذاكرة مالته قوية لو مو قوية حسب تقديره هو؟ ذاكرته قوية لو مو قوية؟ أرضون على دكتور. تريد سؤال محدد حتى نسأله؟ ذاكرته هل قوية أم لا؟ سؤال يعني لا من حقي خارج الصلاة. أستاذ من حقي أسأل، أنا أريد أصل غاية، من حقي أسأل. أستاذ العزيز الذاكرة قوية. نعم. فيما مضى لأنه انحفرت حفر بالذاكرة، مصيبة أكو واحد ينسى مصيبته. ذاكرة قوية. بعض الأسئلة اللي سألت عليها قبل شوية ما جاوبها لأن ينسى. يتذكر التواريخ؟ يعني أي تواريخ يتذكر؟ تواريخ عامة يتذكر؟ يا تاريخ تريد؟ أي تاريخ عام، تأسيس الجيش، الثورة، قضية الجيل. لا قصدي يعني حوادث معينة، اللي تواريخ معينة. نعم. تواريخ ميلاد عائلته ذاكرته قوية في المجال؟ سألنا بعض عن بعض التواريخ، ذكر قسم بيت شهد يبعد عن الحادث، البيت ماله شهد يبعد عن الحادث. عن الحادث دار يعني بيتنا بالمدينة القديمة يبعد عن الشارع الرئيسي، يعني ما يقارب الشارع الرئيسي اللي رابط مدينة الدجيل. لا عن الحادث. عن الحادث مو انا شفت موقع الحادث. المسافة من اجيها ما راح اجي احسبها بالطيارة، احسب الطرق اللي افوت بيها اروح للحادث. أيه. يعني تقريبا تطلع ما يقارب مو اقل من كيلو ومو اكثر من كيلوين، بين كيلو متر والى كيلو مترين. هل كان يلتقي ويا الشاهد الاول احمد؟ الأخ يلتقي وياه لو ما يلتقي وياه؟ يا شاهد يعني صديقة الشاهد الأول اللي إجا. أول شاهد. نعم أول شاهد. هل تلتقي؟ الشاهد الأول أخويا. شاهد أخوه؟ الشاهد الأول أخويا. نعم. أخوه. شنو كان يشتغل وقت الحادث؟ من هو؟ أحمد. إحنا كنا فلاحين. لا وقت الحادث بالضبط. تكلم مع المحكمة. الحادث كان ويانا بالبيت. بالبيت. كان موجود بالبيت. فلاح بالبيت. وين كان أحمد وقت الحادث؟ ما كان خارج البيت. أحمد وين كان؟ كان بالبيت. إيه كان بالبيت. طبعا احمد ذكر القناه سي ان ان قبل موعد المحاكمه يوم 18، ذكر سوى لقاء قناه سي ان ان وموثق هذا عندنا ورحنا. كان ينقل جماعه حزب الدعوه على الموتور سيكل، يسوق موتور سيكل يقول لهم غذاء، مواد غذائيه للبستان، هذا مسجل عندنا. سيد العزيز بالنسبه للموتور السكين وهاي مال السي ان ان لم يقم احمد مقابله مع هذه، ما انا اللي قمت مقابله. اذا اكو كلام جهلي انا كان ويا حراس من اخذوه. كانوا يا حراس ما كانوا يا من اعتقلوه لوين؟ من اعتقلوه المخابرات او اي جهه كانوا يا حراس اخذوه لو ما كانوا معاكم حراس؟ وين يعني؟ من اعتقلوه حراس. شنو هم كلهم حراس؟ ايش قد كان عددهم؟ ما اعرف ايش قد عددهم، هي هيصه صايره ما شاء الله ملحمه. يعني هواي حراس بالسياره كانوا وياك؟ مو بس بالسياره واحده، هي سيارات بالسياره بالضبط بالسياره بالنسبه للصندوق اللي اخذونا من الدجيه الحارس ويانا داخل السياره. كم واحد؟ واحد ويانا بالسياره مسلح بالسياره داخل السياره، اما برا ما ادري يعني اذا كان الصدر بي احد او ما بي احد، انا ما اشوف كل شيء. انت بصندوق؟ نعم صندوق هو. قال مقدمه سياره، سياره تاتا بالمقدمه هاي بالصحراء بالمؤخر هاي عندنا نقلنا من ابو غريب الى الصحراء. استاذ العزيز يخلط بين الموضوعين. زين عندما انصاب اخوه الاصابه مالته كانت مباشره لو جت
شظايا او طلقات، شنو كانت نوع الاصابه مالته؟ اخوك وين انصاب وشنو الاصابه؟ هو انصاب بالبستان، الضربه كانت يعني على ما يتوقع انها صاروخ او قذيفه، لان الشظايا اللي بيه ليست اطلاقات، شظايا يعني اكثر من 30 شظيه. الرباعيه اللي ذكرها باي اتجاه كانت ترمي؟ رباعيات؟ اي قال رباعيات ومدفعيه، الرباعيه تحديدا مدفعيه قلت مقاومه دبابات 106. لا لا رباعيه قال. والرباعيات ايضا كانت ترمي. والطيارات كانت ترمي كلها بأي كلها ترمي على المدينه على البساتين. طبعا المعروف الرباعيه ما ترمي بشكل افقي، الرباعيه تقاوم الاهداف الجويه فما ترمي بشكل افقي. يقول نعم. سؤال اخر. عندي اسئله بعد هوايه. زين المكان اللي احتجزوكم به القاعدة، الأوصف لي إياه القاعدة الأرضية، إيش هو عن هاي المحكمة؟ نعم خلي يوصف لي مكان القاعدة اللي احتجزوا بها. يا قاعدة عن هاي القاعدة اللي احتجزوا بها بالمخابرات. بالمخابرات إيش قد العدد الحجم يعني المساحة مالتها؟ مساحة مقارنة بحجم القاعة تستطيع أن توصف القاعة؟ يعني أستاذي هي من أقول أنا من 8 مترات إلى 10 مترات يمكن تطلع، شو أقول لك؟ من هنا لهنا للحائط من 8 مترات الى 10 مترات. من كنت تنامون واقفين لو انتم؟ لا احنا كنا صغار. نعم يعني اهلنا يرحمونا. نعم واكثر مذكرتها اكثر النوم يكون على القاعه. كم عددكم؟ كم العدد مالهم داخل القاعه؟ داخل القاعه كم؟ ما اقدر احصي بالضبط لكن بالمئات يشهد الله. بالمئات. من امتار او 4 امتار تاخذ مئات؟ هاي الامر متروك للمحكمه. نعم طبعا استاذ العزيز انا ذكرت قلت تواليت ورا القاعه. يعني هذه مال 8 مترات القاعة وأكثر من 8 أو 10 التواليت يشهد الله كانت الناس تنام بيها وكانوا ينامون بيها. سؤال آخر. هل تم تعويضهم عن البساتين لو ما تم تعويضهم؟ لم يتم تعويضنا عن البساتين بعد فترة إطلاق السراح، ولكن بعد فترة بشكل عام تم. لا ليس بشكل عام، تفصيلي هنا كانت هناك تعويضات بالنسبة للي عوضوهم أول شغل استطاعوا أن يكونون نفسهم ويبنون بيوت، أما تعويضنا إحنا كان ما يقدر بآلاف الدنانير في عام أعتقد 93 موجود عند الصكوك مال التعويض، لكن اسألني قل للفترة كان الدينار العراقي شقد؟ الدولة أخذت من عندي 4 دوانم عوضتني 80,000 دينار وقطعة سكنية باعتها علي 250,000 دينار بنفس الفترة والسند موجود عندي والتعويض موجود، اثنين موجودات. طبعا صار تم تعويضهم تعويض جزل 10 أضعاف ما والتعويض بالثمانينات. نعم سؤال آخر. شقد مواليد أخوه؟ يا أخوه. أخوه اللي ذكره شقد مواليده؟ حسين؟ حسين نعم. حسين مواليد 63. الأرض عادوا لكم إياها لو ما عادوها؟ الأرض أعيدت بعد الحصار وأعيدت مكرمة لابناء الدجيل من رئيس العراق وتزرع فقط. يعني اعيد لكم؟ نعم اعيد لكم الارض. اي لا بس بشرط ان تزرع بمحاصيل موسميه حنطه وشعير. طبعا انا اطلب شهاده. وبعد فتره زرعناها بساتين لانه اهل بلد راحوا له وفد. المجال هذا على شو وقت نعم قال زرعوها بساتين. اطلب شهاده اضمنها اعيد شوفوا احنا ان شاء الله. اطلب شهاده شو وقت ترجعوا لهم الاراضي. سؤال اخر. هل تم توزيع منشورات ضد الدوله قبل يوم او يومين او يعني تلك الفتره في الدجيل؟ لم ارى ولم اسمع. لم يرى ولم يسمع. في اعترافات اخرى تم توزيع منشورات. التسع قتلى اللي شافهم بالفرقه الحزبيه كانوا مضروبين بقذائف يعني بشظايا او طلقات. من هم؟ التسع جثث اللي تحدث عنهم. يعني استاذ العزيز الجثث قسم منها يعني اعتقد انه لحد الان اتذكر قسم منهم حتى الملابس يعني محروقه. يعني ما يدل على انه محروق بالبستان. كانوا بالبستان الجثث ملامحها واضحه يدلل على انه ضربه اطلاقات، لانه لو كانت ضربه صاروخ كان فلشت حتى خلقته. ضربه اطلاقات. اسال سؤال اخر، الطائرات عندما تجي عندما اجت ضربت بالبستان لو ضربت على البيوت؟ الطائرات اين ضربت؟ اكثر على البساتين. على البساتين؟ نعم. يعني اوكار كانت البساتين. نعم. وكانت تضرب عليهم. يذكر لي اسم الحراس معسكر ليا حتى لو 4 حراس من اللي يعرفهم معسكر ليا. معسكر ليا؟ نعم تذكر احد؟ استاذ العزيز هم اسمائهم كانت يعني اسم بس اسم الشخص. يجينا مثلا واحد اسمه صالح، واحد نزار، الاخ جابر، الاخ صالح علي. صالح ونزار وعلي اي نعم وجابر هاي الاسماء. هؤلاء الاسماء. فلاح ايضا اتذكر يعني فلاح. اسم فلاح نعم بال 82
لأي حزب كان ينتمي هو؟ لأي حزب كان ينتمي؟ كل واحد ينتمي لحزب معين، لأي حزب كان ينتمي بيش؟ لم أنتمي إلى أي حزب ولا حتى حزب البعث. هو أنا مو مشكلة يعني ماكو سبع الانتماء، لأنه كان حزب واحد في العراق. ليش تقدم بشكوى تحديدا ضد السيد الرئيس وضد الأستاذ طارق رمضان والسيد برزان والأستاذ عواد حمد البندر؟ ليش تحديدا يتقدم بشكوى؟ ليش حتى ما كانوا لا معذبين هم ولا راح؟ نعم نعم، الشكوى ضد هؤلاء نعم المتهمين فقط. أعتقد حتى لو كان أحد البعثيين مذنب في مدينة الدجيل فأنا أوكل ذلك الذنب إلى مرؤوسي. كان إذا ما يسوي فلان شيء، وأعتقد هم يجوز يعرفوها، وأعتقد أنه هاي الدنيا راح تقضي، واحد يشهد الشهادة لله. إذا ما ينفذ هذا الواجب حالة من حال يصير. فأنا أتقدم بالشكوى ونتقدم إلى صدام، لأن هو اللي جاء للدجيل وكان السبب في إزالة بساتيني وإعدام أخوتي واعتقالي. وبرزان عندما أشتكي عليه، لأن هو الذي قام بضربي بالمخابرات وتعذيب أخوتي. وعندما أشتكي على عواد البندر أنا ما أعرفه، لكن أعرف أنه القرار اللي لقيناه موقع من محكمة الثورة بإعدام هؤلاء الشباب الشهداء موقع باسم القاضي عواد البندر، وإذا أشوف بالشارع ما أعرفه. سؤال آخر، هل كان أكو حزب ذاك الوقت حسب سمعه هو بالمنطقة حزب آخر محظور وفق القوانين؟ والله يا عمي حتى إذا أكو حزب فالناس ما أعتقد كانت الهواهس تنتمي الحزب، لأنه ناس ملتهين بساتينهم.